موجز لأهم الأنباء من أون لايف، أسعد الله أوقاتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 يونيو ستظل يوما خالدا في تاريخ مصر والمنطقة. أشار خلال كلمته إلى أن الأمة تزامنا مع الذكرى 5 للثورة تؤكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره. وأضاف السيسي أن الدولة أطلقت برنامجا اقتصاديا شاملا يستهدف وقف تردي الأوضاع الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل. تفقد وزير الداخلية محمود توفيق عددا من النقاط الأمنية والارتكازات بالمحاور الرئيسة والميادين خلال الذكرى 35 يونيو. وشدد خلال جولته التفقدية على أهمية سرعة التجاوب مع بلاغات وشكاوى المواطنين. وقال الوزير خلال تواجده بميدان الشهيد هشام بركات إن ما حدث بالميدان من أحداث عنف وقتل من جماعات إرهابية باسم الدين لن يتكرر، وإن الدولة ستتصدى لأي شخص يرفع السلاح في وجه الشعب، وستظل الشرطة والشعب المصري والقوات المسلحة يدا واحدة. وافق وزراء الخارجية الأفارقة على عرض المصريين باستضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. وقالت الوزارة في بيانها إن المركز يعتبر أحد أهم منظومة السلم والأمن الإفريقية، ويمثل أهمية متزايدة في ضوء محاولات الحيلولة دون انتشار العنف في القارة الإفريقية. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بدء عملية فرز أوراق الاقتراع يدويا الثلاثاء المقبل. وقد فشل مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية لإقرار التعديل الرابع على قانون الانتخابات بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد هذه الجلسة. قالت مصادر بالمعارضة السورية إن اجتماعا عقد مع روسيا فشل وكان يسعى للتوصل لاتفاق سلام في منطقة درعا جنوبي البلاد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم المعارضة قوله إن السبب في فشل الاجتماع هو رفض مقاتلي المعارضة المطالب الروسية بالاستسلام للجيش السوري.